السلام عليكم، معكم أيمن غنام في تعريف مرض سرطان المزمن، وتنطلب من المحسنين وجلالة الملك التعاون معايا، وكانت عزيزة علي كرة القدم، وبغيت تعاونوا معايا الناس باش نتشافوا ونعاود نرجع لأمنيتي اللي كنطلب، بغيت نرجع نلعب كرة القدم. كرة عزيزة عليا بزاف وهي أمنيتي. عندي واحد الدواء داير 70,000 وكنبغي نشريه، ولو بغيت تعاون معايا تعاون معايا. عندي واحد الدواء غالي عليا بزاف داير 70,000. أنا الأب ديال أيمن غنام اللي مصاب بمرض سرطان اللي نجينا ونجي جميع المسلمين منه. أول حاجة تنطلب من جلالة الملك نصره الله، مني شوف هاد الدري هذا ديرو بحال ولدو تاهوايا وشوف من شحالو، ونطلب من الناس المسؤولين يتعاونوا لي مع ولدي ويتعاونوا معايا انا، حيتاش عنده واحد الدواء غالي عليا بزاف وما ماشي في استطاعة ديالي، وانا الحرفة ديالي ماشي شي موظف ولا شنو، غير صباغ طالب معاشو يعني صانع، راك عارفين الصباغه يعني اليوم كاين وغدا ما كاينش، وهاك غادي الايام راني تنخدموا في الصيف شتوى كاع ما تنخدموا كاع، والحمد لله تيرا ديال الله سبحانه وتعالى. وتنطلب من وزير الصحه يشوف من حال الدري هذا اللي باري ما يضيع سميتو، الطموحات ديالو ان يعني تيحلم يكون لاعب في الاولمبيك اس اللي هو النادي ديالو، ولا اله الا الله محمد رسول الله. وتنطلب من نادي الاولمبيك اس في تاهوايا اللي هو فهمتي نادي اوسيس، يشوف من حال تاع الدري هذا اللي حتاش تيعشق الاولمبيك اس في، يعني الدم ديالو اولمبيك اس في، يعني بغى يكون الحلم ديالو يكون لاعب كره القدم، وما يعني الاطباء منعوا عليه الجري، منعوا عليه ما بقاش يجري، ما يلعبش كره، ما يديرش شي، والحمد لله دابا راه بالله سبحانه وتعالى، والدواء باش واقف، يعني راه الدواء راه شتوتو كيفاش حال تاع الدواء وشحال تاع سميتو، يعني خاصني كل نهار 2800 تاع الدواء كل نهار يوميا 2800، يعني شهر و10 ايام 70,000. والحمد لله كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى، وانا المحسنين مساكرات يتعاونوا، ولكن تنشوف انا من الناس المسؤولين اللي تعاد المدينه هذا، ما كاينش شي واحد دق باب فهمتي باب هاد الدري هذا، ما يجيش عندي انا فهمتي يشوف هاد الدري هذا نقد هاد الدري، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الناقد اي حاجه، الله سبحانه وتعالى حنا تكونوا غير سبب، يعني ديروا بحال ولدكم ديروا بحال اي حاجه، والحمد لله لا اله الا الله. وتنطلب من المحسنين يتعاونوا مع هاد الوليد هذا من وجه الله، واخا باش واخا باش يشري هاد الدواء، حتى العمليه راه الثمن ديالها راه باهظ غالي بزاف، والله سبحانه وتعالى ما تضيعش اجر المحسنين. معكم ام ايمن اللي عنده سرطان في الدم، كنطلب من المحسنين وكنطلب من جلاله الملك يشوف لي في ولدي ويعاونني، حيتش عنده واحد الدواء اللي غالي، خاصو كل 10 ايام كل 40 يوم كل شهر 20 ايام خاصو دواء داير 70,000 ريال، والجهد الى جهد الله، حنا من اسره بسيطه جدا، وكنتمنى من المحسنين وكنتمنى من ذوي القلوب الرحيمه يتعاونوا مع ايمن ويحنوا في ايمن ويحسبوه ولدهم. ايمن عنده هوايات كثيره، ومن بينها انه يكون لاعب في كره القدم، كنتمنى ان شاء الله يتوقفوا معاه وتعاونوه، حيتاش عنده دواء مدى الحياه، دواء ماشي عام ولا عامين ولا 10 سنين، دواء عطينو ليه مدى الحياه، يعني كل 40 يوم خاصو باكيه تاع الدواء دايره 70,000 ريال، وحنا الجهد اللي الى جهد الله، وكنطلب من المحسنين ومن جلاله الملك يتعاونوا مع ايمن، والله يجازيكم بخير اخوتي، والله يكثر خيركم، والله يجعلها في ميزان حسناتكم.